يا سالي، محطتنا التالية من حمص، حيث افتتح دائرة العلاقات المسكونية والتنمية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس مركز حلم لرعاية الطفولة في منطقة المشتاية في وادي النضارة بريف حمص الغربي. تفاصيل أكثر بتقرير مراسلتنا شيرين العلي. بهدف بث روح السعادة والفرح عند الأطفال ومساعدتهم على تجاوز الظروف التي مرت عليهم وتشجيعهم على المشاركة في مختلف النشاطات، افتتحت دائرة العلاقات المسكونية والتنمية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس مركز حلم لرعاية الطفولة في منطقة المشتاية في وادي النضارة بريف حمص الغربي، بحضور محافظ حمص وعدد من الفعاليات الثقافية والدينية. نفتتح هذا المركز الذي سيعتني بأطفال هذه المنطقة من الناحية الثقافية والإنسانية والفكرية والعلمية، وهذا يتم كله ببركة وتوجيهات مولانا صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر الكلي الطب وجزيل الاحترام، الذي ببركته قمنا حتى اليوم بافتتاح 6 مراكز في سوريا من هذا النوع وغيرها من المراكز، التي أصبحت لدينا الآن حوالي 25 مركز يعنى بكل ما يهتم بالإنسان. يسهم مشروع حلم في تزويد الآباء والأمهات بالمعلومات الضرورية عن أطفالهم، والتي من شأنها أن تمكنهم من توفير الخدمات التي تلبي احتياجاتهم. الحلم الحقيقي هو أن يكون مستقبل سوريا مستقبلا مزدهرا، ولا يمكن أن يكون هذا المستقبل كما نتمنى وكما نرغب إلا بإعداد سليم للجيل، للأطفال على حب الوطن أولا وعلى البعد الثقافي والإنساني والحضاري والاجتماعي. والجهود التي تبذل هذا اليوم كما هي الجهود السابقة في نفس السياق تأتي من أجل إعادة بناء الإنسان وتهيئة الظروف المناسبة لمستقبل واعد لسوريا. المتطوعون في مركز حلم أشاروا إلى أنه من خلال هذا المركز يمكن التعرف على مواهب الأطفال ومساعدتهم في تنمية مهاراتهم في الرسم والموسيقى. مركزنا اسمه حلم، هو مسؤول عن مساحة صديقة للطفولة. عنا موسيقى، بنعلمهم موسيقى ورسم أشغال، وعنا قسم خاص بالمسرح والنشاطات. عنا نشاطات رسم، موسيقى، رياضة، مسرح، تمثيل. نحن عم نعطي هون باسم الموسيقى، واللي عم ندرب الأولاد على العزف وكورال غناء. وفولادنا عندهم هوايات نشاطات حلوة وعم نميلهم مواهب غناء. كما عبر الأطفال عن سعادتهم بافتتاح هذا المركز الذي سيمارسون فيه نشاطاتهم وألعابهم المحببة. أنا كثير مبسوط مركز حلم. أنا كثير مبسوط لأن فتحت المركز، هو مركز كثير حلو وأنا موهبة الرسم عم نمي موهبتها. افتتاح مساحات صديقة للأطفال تحت مسمى مشروع حلم ستسهم في تأمين بيئة آمنة وداعمة ومحفزة، والتي ستسهم في تحقيق نمو نفسي وفكري سليم. من منطقة وادي النضارة بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية. من بعد ما تابعنا هالتقرير من محافظة حمص عن مركز حلم، ولنحكي أكثر عن تفاصيل هالمركز أكيد بصرنا نستقبل عبر التليفون من حمص دكتور فادي جريج، مشرف على وحدة الدعم النفسي وحماية الطفل بدائرة العلاقات المسكونية والتنمية ببطريركية الروم الأرثوذكس. صباح الخير دكتور فادي. صباح النور. يسعد صباحك دكتور فادي، أهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية دكتور نحكي عن مركز حلم، أيمتى تأسس هذا المركز؟ بداية صباح الخير لجميع المشاهدين والمتابعين. بالنسبة لمركز لمشروع حلم، نحن بلشنا فيه بسوريا بالعام 2016، كان لأن في 6 مراكز. مع بداية هذا العام انطلق المركز السابع اللي حضرتكم كنتوا بافتتاحه بمنطقة وادي النصارى بمشتى حلو، عفوا بالمشتاي.
الشهر القادم بإيار الله راد رح يكون في عنا افتتاح للمركز الثامن لحسن هاي بمنطقة مشتل حلو. نعم دكتور فادي، خلينا شوية ندخل بتفاصيل يمكن هالمشروع، ومن بعد سنوات من عمر الأزمة، يعني قديش مهم اليوم مشروع حلم أنه هو يتنفذ على أرض الواقع من بعد هالسنوات يلي مرقت فيها ويلي أيضا عانينا فيها بشكل كتير كبير. الحقيقة الهدف من المشروع هو كتير سامي وكتير مهم. اليوم الأطفال بعد ما مروا بست سنوات من الحرب اللي عم نعيشها ببلادنا، أكيد الأطفال هني بحاجة لمكان، لمساحة يقدروا يعبروا فيها بأمان وبطمأنينة عن مشاعرهم، يقدروا يحققوا ذاتهم من خلالها. نقدر نواكب الأطفال بتطوير المهارات الضرورية والأساسية لهم، إذا كنا عم نحكي عن مهارات التفكير والإبداع، إذا كنا عم نحكي عن المهارات الاجتماعية والمهارات النفسية اللازمة للأطفال والضرورية. في جانب كثير مهم كمان بس نحكي عن المهارات الخاصة بالتعاون أو تطوير المهارات الاجتماعية لهم، نحكي عن المهارات الحركية، عن مهارات التركيز، عن مهارات الانتباه. هاي المهارات أساسية للنمو السليم على المستوى الجسدي والمستوى النفسي للطفل. في الوضع الطبيعي كان الأطفال مع عائلاتهم يقدروا يطلعوا لأماكن كثير موجودة ببلدنا قبل الأزمة، صح؟ يعني يطلعوا على مدينة ملاهي، يطلعوا على الحدائق، كان في عندنا الأندية الصيفية اللي كانت تعملها المدارس أو المجتمع المحلي. ولكن اليوم بس عم نحكي على الوضع اللي فرضته أو الظروف فرضتها الأزمة على بلدنا، وقت لما نحكي على الناحية الأمنية كثير من العائلات ما بقى قدروا يطلعوا أولادهم، لا بقى قدروا يكونوا بأمان مع الأطفال إذا بدهم يكونوا خارج منازلهم. هلأ لهيك نحن افتتحنا هاي المساحة. المساحات هي مكان داعي آمن محفز بشجع الأطفال على أنه يعبروا عن مشاعرهم بكل أريحية، بوجود مجموعة من الأخصائيين على المستوى النفسي والاجتماعي يوافقوا هدول الأطفال. عم نقدر نتعرف على كثير من الأعراض الموجودة عند الأطفال، وللأسف يعني في بلدنا على نقص الخدمة النفسية الموجودة، فعندنا كثير من الاضطرابات الموجودة عند الأطفال وغير مشخصة. يعني الأهل ما بيعرفوا هل ابنهم سليم، هل ابنهم من الناحية النفسية وضعه طبيعي بنتيجة الظروف اللي مر فيها أو مو طبيعي. نعم دكتور، عم نقدر نحن من خلال هالمساحة نراقب الأطفال، نقدر شوي نشخص بعض الأعراض ونحط خطة التدخل المناسبة بالتعاون مع الأهل. نعم دكتور فادي، مثل ما بنعرف انه حضرتك مسؤول عن مراكز اجتماعيه ثانيه بكافه المحافظات السوريه، كمان في اربع مراكز عم تتعاونوا مع اليونيسف فيها، خلينا نحكي عن عمليه هي التشبيك اللي عم بتتم. الحقيقه كبطريركيه الروم الارثوذكس من خلال دائره العلاقات المسؤوليه والتنميه، الشراكات اللي موجوده ببلدنا هون معاهم، قدرنا نفتتح مراكز مجتمعية، بالإضافة للموضوع الثاني اللي له علاقة بمراكز اليونيسيف. الأربع مراكز باليونيسيف، ولحد الآن نحن عندنا 14 مركز مجتمعي مع المفوضين. المراكز بتقدم كل الخدمات اللي علاقة بالدعم النفسي الاجتماعي إذا عم نحكي عن الأطفال، بالإضافة لخدمات أخرى متنوعة من التدريب المهني، بالإضافة إلى الخطوط والخدمات التعليمية الأخرى. اللي عم بيصير هلا انه عم نستفيد من هالشبكه الواسعه كثير من المراكز، سواء مع البطريركيه او اللي موجوده بالمنطقه الموجود فيها مراكز حلم. في كثير من الاحتياجات الموجوده سواء للطفل او للعائله بجوز ما نقدر نحن نلبيها كدائره علاقات مسؤوليه. الشيء الاساسي اللي عم بيصير هو هالتشبيك، عم بيصير مثل الريفيرال ميكانيزم، يعني مثل اليه الاحاله، وعملية لينك، يعني بنربط صاحب الحاجة مع مقدم أو صاحب الخدمة اللي بيحتاج لها الخدمة مع مقدم هالخدمة. نعم. سواء بالمراكز التابعة للدائرة أو لباقي الشركاء الموجودين بالمجتمع المحلي. نعم. دكتور فادي، يمكن افتتاح مشروع جديد بالوادي مثل ما ذكرت انه يمكن اهل المنطقه بحاجه لهذا المشروع، مشاريع مستقبليه قادمه، هل في خطه لافتتاح بباقي القرى الوادي مثل هيك مشروع؟ لا حقيقه لهالعام هذا لا، نحن بدنا نشوف على ارض الواقع كيف رح يمشي هالمشروع. أوكي. شو الاثر اللي رح يتركه بالمجتمع المحلي، قديش بحقق
التطور تقدم من خلال الأهداف المرسومة والموضوع على له مع الأطفال، وبناء عليه نحن نشوف الخطة للدائرة ما بس إنها تتوسع بمنطقة الوادي. حقيقة نحن عم نتوسع بالمناطق اللي لازم تكون موجودة فيها هيك مساحات. يعني نحن ما بلشنا بالوادي، بلشنا بالمناطق خلينا نقول الأكثر حاجة. السنة الماضية كانت مراكزنا هي بحلب، بالحسكة، بالقامشلة وبريف دمشق. بعد منا توجهنا لمناطق بتقييمنا هي أقل حاجة، لأنه عم نحكي على مناطق الأطفال عانوا فيها ظروف حرب أقسى من المناطق اللي افتتحنا فيها سنة 2017. شكرا كثير لك دكتور فادي جريج، مشرف على وحدة الدعم النفسي وحماية الطفل بدائرة العلاقات المسكونية في بطريركية الروم الأرثوذكس. نتشكر اتصالك معنا. شكرا لجهودكم معنا. موفقين، شكرا كثير.